يا أبناء تعز ويا أبناء مأرب ويا أبناء اليمن ويا كل من نهبكم الحوثي رواتبكم، اوعكم تفتكروا أن الحوثي هو من يفعل ذلك، اوعكم، انتبهوا، لا تتهموه بما ليس فيه، هذا فعل الله. هذه غرفة عمليات يديرها الله من سابع سماء، وجه فيها عبد الملك أنه يقنص النساء والأطفال بتعز وبمأرب، وجهه أنه يرمل النساء ويتم الأطفال هكذا، وجهه أنه ينهب الرواتب. هذه غرفة عملية تديرها الله سبحانه وتعالى، يعني موجودة عنده تحت العرش، خاصة بتوجيهات لعبد الملك الحوثي فقط. اوعكم تفتكروا أنه هذا مجرد واحد مدسوس اللي كاتب هذه التغريدة بتويتر، هذا كلام السفيه عبد الملك الحوثي بذاته، كلام محمد البخيتي. حتى عندما أراد اجتياح مأرب قالوا هذه توجيهات إلهية، أمرنا الله إن احنا نجتاح مأرب وندخلها، وأمرنا بنفس الوقت إنه نحرر القدس، وطريق القدس يبدأ من وين؟ من مأرب. يا جماعة الخير، وتلوموني ليش أهتك عرض عبد الملك الحوثي، ويقول للبعض ليش ما تهاجم بقية الأطراف بنفس الحدة اللي تهاجم بها الحوثيين. يا جماعة الخير، هناك فرق. هذا يتحدث كأنه وكيل الله في الأرض، وكأننا إحنا أولاد سوق ووثنيين وما لنا أي لزمة بقية البشرية. تقول الله يا جماعة، عاد البعض يقول لي لا تعرعر العبد الملك، عاد في أوسخ من شهادة الزور هذه، أو من هذا الزور الذي يفتروه الحوثيين على الله، افتروا على النبي محمد. يعني تخيلوا عبد الملك بالنسبة لهم ابن النبي محمد. اي والله، يعني هل محمد صلى الله عليه وسلم، ما دام عبد الملك هذا ابنه، هل محمد صلى الله عليه وسلم ربى ابنه على هذه القذارة وهذه التفاهة وعلى سرقة الناس ونهبهم والكذب؟ ما هذا الذي يجري؟ ما كان النبي أبا لأحد. ومن صفات أولاد الحرام الذي ليسوا من أصلاب آبائهم هو التجني والكذب على الله سبحانه وتعالى وعلى أنبيائه ومرسليه. هذا هو الحوثي، هذا هو الحوثي، هذا الفكر الخطير الذي ينبغي قتاله وجهاده بالمال والنفس والولد وبكل ما أوتي المرء من قوة وإمكانيات. لا يقصر أحد. أنا بالأمس نزلت فيديو هتكت فيه عرض عبد الملك الحوثي، البعض قال لي ليش، يعني كيف تسب لمرته وزوجته وأهله وكذا؟ قلت لهم لأنه عبد الملك الحوثي أنصاره يطيعوه طاعة عمياء، يقولوا يمكن نسب آباءنا أو نقتلهم. واحد قال أبي، قال أبي إني كمه أبي ولا عبد الملك. من هو؟ قال أبي، أبي بالصندل. قال أهم شيء عبد الملك. يعني بالله عليكم، جماعة تقدس جربوعها بهذا الشكل أو سيدها بهذا الشكل، هل يعقل يطلع عبد الملك يقول هناك فساد نحن نعترف لا ننكر؟ طيب ليش ما دام بيطيعك هذه الطاعة العمياء، ليش ما أطاعوك بصرف الرواتب؟ ليش ما أطاعوك بالكف عن الفساد؟ الناس ميتة جوع، أنت لا بتصرف رواتب ولا 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 إلى آخره، ما أنت متحمل أي مسؤولية. أنت أرسلت وفدك إلى عند حذاء ابن سلمان تطلب منه راتب، ما خجلت ولا استحيت على حالك انك تطلب من عدو اليمن الذي دمر البنية التحتية وقتل الناس تروح تطلب منه راتب؟ ما استحيت من وجهك. اين اخلاقكم يا حوثة؟ وين راحت؟ مدام انكم عندكم هذه الطاعة العمياء لعبد الملك، ليش الفساد هذا بيصير؟ ليش عاد حنا نجد يعني اغلب قادة الحوثي سرق ولصوص؟ ليش نجد اغلب مشرفيه يعني تقول لا أولاد حرام أشهد لله؟ يعني ليش نجد أغلب أنصار عبد الملك الحوثي بذيئين وتافهين يدخلوا بالأعراض كل تفكيرهم من تحت السرة ومنزل؟ ليش؟ أين أخلاق الجماعة هذه؟ هذه الجماعة تجردت من كل خلق، تجردت من كل دين، هذو لفتروا على الله. يعني تخيلوا حتى القرآن ما سلم منهم، لاحظوا أنتم اقرأوا، يعني الأسلحة هذه صنعها القرآن، قال لكم تخيلوا القرآن صنع هذه الأسلحة، يعني القرآن غريمكم يا أصحاب تعز، القرآن غريمكم يا أصحاب مأرب، القرآن غريم كل مرأة ترملت يعني وقتل زوجها وكل طفل تيتم. يا جماعة الخير، هذا فكر خطير ضال. هؤلاء الشيعة هم الكفر البواح، هؤلاء من ذكرهم النبي وقال
يمرقون من الإسلام كما تمرق السهم من الرمية، يعني قال قاتلوهم أينما وجدتموهم. أشهد لله من سابع سماء، وهذه شهادة أنا أسأل عليها أمام الله يوم القيامة، والله إنهم هم هؤلاء الفئة الباغية، الفئة الدنيئة القذرة اللي وجه الرسول باستئصال شأفتهم. والله ما ناقص كلمة. واحد يتطاول على الصحابة ويشكك بالنبي محمد وزوجته ومن داخل مناطق الحوثيين، مش واحد فقط، أنا عندي واحد مركز عليه أقصد نفسي أنا، وهم بالحقيقة بالآلاف. واحد بيسب الصحابة له سنوات ولا سئلوها الحوثيين، سب لعائشة قال إنها تهزي البرتقالة هذيك الفنانة، تخيلوا. وعندما بدأوا الناس يروجوا الفيديوهات اللي أنا أنشرها عنه، يعني ما أدري كيف إن الحوثة يعني راحوا لعنده ولا تواصلوا معه قالوا له اعتذر، طلع الرجال يعتذر، يعتذر مش اعتذار للصحابة، مش اعتذار، عادوا يعني مبطن كلام مبطن. أنا واحد معي واحد يتابع الفيديوهات حقه رسل لي بالفيديو حقه، قال لي شوف الرجال يعني جهودك أثمرت، الرجال رجع زي ما الصندل، ما عاد يتجرأ يتكلم على الصحابة. لا 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 لا، أنا ما يعنيني هذا الكلام، أنا بالحوثيين ليش من سنوات وهو يخري ويملطط هكذا وما كلمه. أدري صح أنا الآن يعني بنعالي أدبته وخليته ما عاد يجرؤ يتكلم لا على عمر ولا على أبو بكر ولا على عائشة بنت أبي بكر ولا على أسماء، ولا يتهمهم بالزنا ولا يقول عمر بن حرام، خلاص أدبته صحيح. لكن أنا هذا غير كافي، أنا الذي أريده أوصله إلى آخرته، يعني حتى يتذكر الناس إذا ما انتهى الحوثي هذا لابد ما عليه حد الحرابة، حد الحرابة، حد الله، قذف عرض النبي محمد. مسألة مش بسيطة، مسألة حساسة، شوفوا لا أحد يستهين، قذف يعني حتى شرف عمر بن الخطاب والقول بأنه ابن حرام ومن داخل مناطق الحوثيين وعلى مرأة ومسمع منهم. وعندما المغردين بتويتر تبلغني أنا الأخبار نشروا الفيديوهات هذه وشافوها مئات الآلاف بل الملايين من البشر، بدأوا الحوثيين ينكروا، الرجال طلع عمل فيديو اعتذار. أنا دخلت حقيقة قناته وجدته عدو يعني عمل اعتذار لقبل يومين كذا تقريبا، مش اعتذار حقيقي يعني، قال أنا أبرأ من كل من يسب الصحابة. هل قالها من قلبه؟ لا طبعا، الملازم هي أصلا شرك بالله، هي من تهمز وتلمز بالصحابة. لكن لما العبد الفقير عبد الله غالب المطحني داس على الحوثيين بالنعال وأدبهم، اضطروا انهم يتواصلوا مع هذا الشخص ويقولوا له تبرأ تبرأ، احمد الله يا حوثة اننا ما نشرت قناته لانه انا ادري انكم عيال زنا لن تعاقبوه زي ما عملتم مع الجرموزي. فقلت انا ليش اعطيه شهرة ولا انديله حتى 4 متابعين من عندي، ليش؟ حتى الذي يسألوا بالتعليقات يقولوا من هو هذا، انا اقوم احضرهم على طول ولا احذف تعليقاتهم. لذلك أنا أحذر، لأنه عاد أنا بنشر من فيديوهات قادمة الأيام، أي واحد يسأل عن اسمه سيتم حظره فورا. أنا يعني هذا عبارة عن كومة خر، لازم نخليها مردومة، لأنه الآن جائز بعدما تنتهي أحداث غزة يعود إلى السب للصحابة وإلى هتك عرض النبي، إلى سب عمر واتهام أسماء بأن بنت متعة وإن تتمتع وإن مدري إيش وواوا، يعني كلام بذيء. هذولا يا جماعة هم الحوثة، هذولا الذي بالله عليكم لما أنت تسب الصحابة ملازمك تهمز وتلمز بالصحابة وتقول إنهم كفار غدروا بالنبي محمد، إذن إيش من نبي هذا أنا الذي أآمن به؟ إيش من نبي هذا الذي أنا بأمن به إذا كان ما قدر يربي أصحابه؟ إذا كان أبو بكر الذي أول من آمن به، ثاني اثنين إذ هما بالغار طعن بالنبي محمد وكفر به وغدر به، إذن أنا ليش أؤمن به بعد 1400 عام؟ وليش أنت تشتيني يا عبد الملك الحوثي ولا أنت أيها الرافض المجوسي يا ابن المتعة، ليش تشتيني أقدس شخصياتك وأقدسك وأقول إنك من آل بيت النبي، وأنت أصلا قد حقرت هذا النبي، جعلته ليس نبيا لا يأتيه الوحي، جعلته لا يعلم من هي زوجته ومن هم أصحابه، تريدني أنا بعد 1400 سنة أقدسك على أساس إنك أنت ابنه؟ هذا والقرآن بيقول ما كان النبي أبا لأحد. يا جماعة الخير، هذول والله إن قتالهم أوجب من الصلاة، والله العلي العظيم، والله الذي لا إله إلا هو، إن قتالهم أوجب من الصلاة. أنا أمس
يعني هتكت عرض عبد الملك الحوثي، وقلت لهم علشان يتعودوا أنصاره الذي يقول بيقتلوا آباءهم ولا أمهاتهم أو إخوانهم إذا تكلموا على الحوثي، قلت نعودهم إنه عبد الملك الحوثي هذا عبارة عن جيفة، عبارة عن نقرة مرحض، من جاء بال وضفع إلى وسط لقفه، ما يكون مقدس بهذه القداسة، لأن هذه القداسة إضرار باليمنيين. ما في معنا إلا هذا الخيار. غدر بنى التحالف السعودي الإماراتي، راح يملشن ويدعم انفصاليين. السعودية طلع دولة عدوة، دولة عبارة عن حذاء من أحذية الصهاينة والاستخبارات الأمريكية، طبعا هم زرعوهم بريطانيا، غدروا بمعركتنا، يريدوا الدين الشيعي ينتشر ويتمكن من الوطن العربي، وانتم شايفين الهلال الشيعي الآن كيف. السعودية غدرت بنا، فإذا احنا لازم نبذل جهودنا احنا إعلاميا ولو بطريقة حتى بديئة. القداسة هذه لازم نكسرها. عودوا كل الزنابيل والحوثيين إن سيدهم هذا معربة، من جاء هتك عرضه ودخل بشرفه وقلفد كل النساء من قبيلته، هكذا علشان يتعودوا أنصاره إن سبه شيء طبيعي، لأنهم كذابين يصنعوا له هذه القداسة كذبا، وهم أولاد زنا. هذه علامات أولاد الزنا، عندما يصنعوا قداسة لشخص لا يريد أحد أن يتطاول عليه، وبنفس الوقت لا يستجيب لتوجيهاته وخطاباته اللي يقول فيها لا للفساد، تقيا يمارس التقيا، ويقول لك احنا لا نسب الصحابة، ويقول لك صحيح في فساد، الفساد موجود، هذا عبد الملك الحوثي، وهو أصلا هو الفساد بذاته، هو ناهب الرواتب، هو بينفق مليارات علشان يطلع على شاشة يلقي خطاب على جماهير يعملوا له 40 مربع مدري 30 مربع بالمسيرة، هذه تكلف مليارات نفقات لا هنا، هو الفساد بذاته، عقيدته دينه مذهبه هو بحد ذاته فساد، هو بحد ذاته ما بتخلص البلاد والعباد إلا إذا استأصلنا شأفته وشأفت كل من يطبل له. فعموما أنا قد أطلت عليكم، المهم علمتكم وأقنعتكم يا ابنات عز اليوم إنه الذي بيقتلكم هو الله، غرفة عملية دير الله مش عبد الملك الحوثي، هو الله هو الله، أنتم تسمعوا الحوثيين إيش يقولوا، هو الله. بعض الناس يردد هذا الكلام يفتكر إنه مسألة بسيطة، لا تحشروا الله بصراعات دينية أو بصراعات من أجل سلطة، تأدبوا مع الله سبحانه وتعالى ولا تحشروه ولا تحشروا نبيه بقداراتكم، هذا مش إلا للحوثة فقط، قد في ناس كثير يقولوا هذه النبرة حق الحوثيين، هو الله، لا ما هو شاء الله، نفسك القذرة والدنيئة. نعم، فلنكن حذرين ولنكن على يقظة تامة من هذه الجماعة اللي اتضح بأنها ليست هي من يحاصر تعز ولا مأرب ولا يقتل الناس وينهب الرواتب، بل الله سبحانه وتعالى، بل ابن النبي محمد عبد الملك الحوثي، ولا حول ولا قوة إلا بالله.